بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. هذه هي المحاضرة التاسعة في السلسلة المصورة لمادة تصميم وتحليل الخوارزميات Algorithms Design and Analysis، والتي سأتناول فيها إن شاء الله خوارزمية الترتيب المسمى بالإنسيرشن سورت ألغوريثم، وسأقوم بتحليل هذه الخوارزمية بعد أن نقوم بدراستها كاملة ونتعرف على طبيعة عملها وعرض مثال كامل. سنقوم بعملية تحليل لهذه الخوارزمية في الورست كيس واستخراج الرننج تايم إكويشن، وبالتالي التوصل إلى الكومبلكسيتي أو الأوردر أوف ماجنيتيود فور ذيس ألغوريثم. علما بأننا تناولنا في المحاضرة السابقة المصورة The Selection Sort Algorithm، ودرسناها في الورست كيس والبيست كيس، وقمنا بتحليلها واستخرجنا الأوردر أوف ماجنيتيود في الحالتين. أرجو المتابعة والتركيز وحضور هذه المحاضرة أكثر من مرة، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.